برضو من الصور المضيئة النهاردة والإيجابيات الحلوة في مباراة أسوان، لما نشوف النهاردة تكريم قبل بداية المباراة لواحد من أبناء النادي الأهلي، أو زي ما بيقولوا عليه حلواني الكرة المصرية، الكابتن عمرو الحلواني اللي اختار مباراة أسوان والأهلي علشان يتم تكريمه وإنهاء لمسيرة كرة القدم. عفوا، عمرو الحلواني تاريخ طويل جدا، ابتدى مشواره من ناشئين النادي الأهلي، لعيب كان عنده مهارات عالية، لعيب ذو أخلاق عالية، علشان كده النهاردة حب ياخد اللقطة المضيئة في نهاية مسيرته في كرة القدم وفي الملاعب يكون النادي الأهلي طرف في هذه المباراة. وزي ما احنا عارفين عمرو الحلواني لعب أيضا في أسوان الموسم السابق، أدى معاهم بلاء حسنا وهو حب يختار النادي الأهلي. نروح لحلواني الكرة المصرية عمرو الحلواني علشان نعرف منه كواليس التكريم في هذا اللقاء. تحياتي لك يا كابتن عمرو. وقبل ما اتكلم، ده شرف ليا كبير ان انا انتمي للنادي الاهلي ولعبت في النادي الاهلي، وانا فعلا كابتن اسامه اخترت النادي الاهلي. هجيب لك الموضوع من الاول. انا كنت بلعب في السيراميكا، بعد كده جيت شهر واحد في مسؤولين في نادي اسوان، انا تربطني علاقه قويه بيهم، باشمهندس ايهاب ورئيس النادي كانوا عايزين ابقى موجود في اسوان. قلت لهم انا عايز ابطل كوره، فقالوا لي خلاص مفيش مشكله، بس انا قلت لهم بعد اذنكم انا عايز الماتش بتاع اسوان والنادي الاهلي اكون فيه. كرموني طبعا، الناس كلها رحبت جدا 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 بالموضوع ده، وانا كنت حابب اكرم بالنادي الاهلي، كنت اكرم بالنادي الاهلي عشان ده ده بيتي، بيتي يا اسامه، وانا لعبت في اسوان وعملت موسم جامد جدا جدا الحمد لله، والجمهور انا بعشقه، جمهور نادي اسوان جمهور طيب جدا يا اسامه، وناس اهلاويه وناس بيحبوا النادي الاهلي وجمهور بيحبوا لعيبه الكوره وناس طيبين جدا جدا وشعب جميل، والشعب ده وشه حلو عليا قوي قوي يا كابتن خالد. والنادي الاهلي طبعا يعني حدث ولا حرج، يعني ده بيتي وشفت احسن ايام حياتي، وانت حضرتك كنت معايا حتى في الاستراحه انا وحسام غالي وانت وعماد متعب، الناس دي كانت بتحب النادي الاهلي بجد كابتن اسامه، بيحبوا النادي الاهلي بجد. فانا حبيت النهارده اكون موجود، وشرف ليا اكون موجود، والحمد لله انا سعيد جدا باستقبال الجمهور بتاع اسوان، وسعيد جدا جدا باستقبال الجمهور بتاع النادي الاهلي بصراحه يا كابتن اسامه. انا شايف دلوقتي اللقطه معانا وانت معانا على التليفون يا كابتن عمرو دلوقتي، وانت في ارض الملعب معاك الوالده، معاك اخوك، معاك الاستاذ العامري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ومسؤولين اسوان. قول لي عن اللقطه دي، التنسيق تم ازاي قبل انطلاق المباراه؟ انا كلمت رئيس النادي بتاع اسوان طبعا، وكلمت عضو مجلس اداره، واتصلت معاه وكلمت كابتن سعد عبد الحفيظ من يومين. كابتن سعد عبد الحفيظ والله العظيم يا كابتن اسامه قال لي كلمتين، قال لي يا عمرو انت عايز ايه اعمله لك؟ والله العظيم باللفظ انت عايز ايه اعمله لك؟ قلت له يا كابتن خالص انا عايزك تبقى موجود. قال لي يا ابني انت ابننا، واي حاجه انت نفسك فيها احنا هنعملها لك، انت ولد مؤدب وابن النادي وكل نفسك فيه. صراحه كابتن سيد اتكلم معايا بكل احترام وبادب، يعني حسسني ان انا واحد من جوه النادي الاهلي فعلا، ان انا ابن النادي الاهلي. ففعلا جه النهارده كابتن سيد وقابلنا قبل الماتش وسلم عليا وقال لي انت اي حاجه انت محتاجها، وشاف عمرو فاروق طبعا شاف الوزير جه وحضر التكريم واتكلم معايا، وكل الناس بصراحه النهارده كنت حاسس انهم واقفين جنبي جدا 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 والله يا كابتن اسامه، وانا كنت سعيد قوي ان النهارده ختمت حياتي بيوم اسوان اللي انا البلد اللي بحبها والنادي الاهلي اللي انا اتربيت فيه، وانا بنتمي للنادي الاهلي وشرف ليا جدا يا كابتن اسامه. ابرز المحطات ليك يا عمرو، ما شاء الله محطات كتير في الدوري الممتاز، مسيره طيبه، ابرز المحطات اللي بيعتز بيها عمرو الحلواني وما ينساهاش في تاريخه. طبعا النادي الاهلي طبعا رقم واحد طبعا، ولعبت طبعا في انبي 10 سنين طبعا، النادي انبي لعبت في 10 سنين، عملت فيه ماتشات كتيره وعملت ورحت منه المنتخب وكل حاجه، ولعبت في اسوان عملت موسم استثنائي، ولعبت في الحرس والحدود برضه عملت موسم جامد جدا، يعني دي الفرقه اللي انا اللي عملت فيها ماتشات كويسه جدا وانا راضي عن نفسي فيها الحمد لله رب العالمين. وانا كابتن اسامه بقالي 27 سنه بلعب كوره، فدلوقتي انا مرتاح نفسيا الحمد لله، لما بتبقى بطل والناس كلها الحمد لله تتكلم عليك كويس جدا، دي مهمه جدا يا كابتن اسامه، لما الناس كلها تتكلم عليك كويس جدا، لما الناس كلها تتكلم عليك الحمد لله انت طول 27 سنه ما عملتش مشكله مع حد، ما عملتش ما اذيتش حد، طول الوقت شغال بروفيشنال، شغال بما يرضي الله، مالكش دعوه بحد، تشتغل بس في الكوره، فده الحمد لله نتيجه اجتهاد وتعب سنين كتيره، والحب النهارده انا شفته وكميه المسجات اللي جات لي وكميه الحاجات التليفونات اللي جات لي والله العظيم يا كابتن اسامه انا سعيد سعيد جدا جدا الحمد لله رب العالمين، وكميه الاهلاويه اللي كلموني وكل الناس والله العظيم يا كابتن
يعني مش مصدق، يعني ده خير ختام بالنسبة لي والله كده. بعد المسيرة الطيبة دي يا عمرو، يعني هتتجه لمجال التدريب ولا مجال الإدارة؟ لا انا معتز ان شاء الله باذن الله يعني لمجال الاداره والاعلام الاثنين ان شاء الله، انا بحبهم يعني، انا بحب احلل الماتشات، بحب اتجه مثلا تبقى مدير كوره، تبقى مدير شؤون لاعبين، انا احب الحاجات دي كلها، احب التخطيط بره الكوره، احب اختار لعيبه، احب اقعد مع اللعيبه، احب اتفرج، انا من النوعيات دي، ما احبش تدريب، تدريب انا شايف ان هو صعب قوي، وسط صعب بزياده وستريس بزياده، انا عايز حاجه بره خالص، اللي هو تبقى انت بتتفرج من بره وبتشوف من بره وبتذاكر وبتتعلم وبتسافر بره مصر، تاخد دراسات في الاداره وبتاخد دراسات في الاعلام، فانا يعني انا حابب الموضوع ده جدا يعني. واحنا بنتمنى لك ان شاء الله التوفيق، انت واحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين اللي اتربوا في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وبنتمنى لك كل التوفيق يا كابتن عمرو. شرف ليا يا كابتن اسامه، انت كلمتني اولا، وثانيا مبروك النهارده للنادي الاهلي 3 بونت نتيجه واداء، يعني انا كنت بتفرج النهارده على الماتش في ارض الملعب، اللعيبه كانت مركزه قوي، اللعيبه كان عندها شخصيه، اللعيبه كانت نازله عايزه تكسب الماتش، وده فعلا حصل، وعشان كده في 12 دقيقه جابوا جونين وعملوا ماتش كويس جدا، فانا بقول لا لهم وش وشك حلو كمان، لحظه التكريم يعني كمان فوز الحمد النادي لله الاهلي الحمد بثلاثيه لله على اسوان، الحمد لله فدي الحمد برضو من لله الحاجات اللي هتفضل حلوه مش هتتنسي برضو. الحمد لله يا كابتن اسامه. وفي نفس الوقت انا كنت شايف من التسخين اللعيبه كانت مركزه زياده، اللعيبه كانت وده النادي الاهلي خالص يا اسامه، ده طبيعي اللي في ماتش تبقى وحش وماتشين تبقى حلو، النادي الاهلي طول الوقت بيدور على بطوله، طول الوقت بيدور على دوري، طول الوقت بيدور على افريقيا، طول الوقت بيدور على كاس عالم انديه، النادي الاهلي دلوقتي بيفكر اللي هو السنه الجايه يروح كاس عالم انديه، دي من دلوقتي وان شاء الله هيروح كاس عالم انديه باذن الله، وانا بقول مبروك النادي الاهلي ومبروك ليكم وكل قناه النادي الاهلي ان النهارده شاء الله. بونت، وان شاء الله الاهلي ياخد. طب اخيرا يا حلواني، فرصه بقى وانت كنت موجود في اسوان النهارده، قول لي النهارده بقى استقبال جمهور اسوان وجمهور النادي الاهلي، يعني قصدي يعني استقبال جمهور اسوان لبعثه النادي الاهلي ولاعيبي حاجة النادي روعة. الاهلي، يعني بص شايف الاستقبال ازاي كان في الشوارع وفي الاستاد وفي كل مكان في اسوان، الحاله اللي كانت فيها اسوان النهارده؟ النهارده كان عيد، يعني انا النهارده كنت في الشارع، كان في النهارده عيد، خد بالك يا كابتن اسامه، جمهور اسوان ده جمهور طيب جدا، جمهور حلو قوي، جمهور بيفهم في الكوره، ناس طيبين طيبين جدا جدا، واهلاويه جدا جدا جدا، وبيحبوا النادي جدا، النهارده وانا داخل الاستاد كميه الناس الاهلاويه، كميه الناس اللي من اسوان بتحب تشجع النادي الاهلي، كميه الناس حتى في الماتش نفسه لما كان الاهلي بيجيب جول كان من جمهور اسوان ولا في حاجه، وكان تحس انهم فرحانين، فاهم قصدي؟ كميه ناس كتير جدا في الجمهور من اسوان اهلاويه جدا، فانا شايف النهارده كان النهارده عيد، والناس قضت يوم حلو، الناس استمتعت، الناس اللي في الاستاد والناس اللي اتفرجت على الماتش كله، الناس استمتعت، والحمد لله، والاهم اللي احنا الحمد لله كسبنا الثلاثه بونت، وان شاء الله نكمل ان شاء الله المسيره باذن الله. ان شاء الله تكون معانا في حلقه قريب، ان شاء الله نيجي بقى نحتفل بيك يا حلواني، ونشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق خلال الفتره القادمه.